هلا معكم. بونجور بونجور بونجور، بتمنى تكونوا واعيين بصحة جيدة لزمان ما شفتكن. عم جرب هلا انه هيك نعيش السيزن رغم كل شيء. It's Christmas time. في وجهتين نظر حاليا بالبلد، يا اما لازم نموت نحن وعايشين، يا اما انه يضلوا spirit Christmas عايش فينا وقد ما فينا نحاول نعطي، لأنه طول عمره زمن الميلاد مرتبط بالعطاء، بفرح أنك تعطي. اللي مش مجربه يجربه. للأسف تحولنا كلنا يعني كمجتمع وكبلد لناس محتاجة أكتر من قبل بكتير. كنا كل سنة كل ما نودع سنة نقول شكرا لكل اللي ساعدونا، شكرا لكل اللي قدموا وما قالوا اسمهم، او انه كل هيدول الاشخاص اللي كانوا انج جارديان لنا بزمن الميلاد الله يعطيهم. وهالمره للاسف يعني بجوز يكونوا هن كمان عايزين، فهالسنوات كرملنا عم نرجع لورا للاسف. بس طبعا مش المطلوب منا انه نستسلم، ولا المطلوب منا انه نمرق هالعيد بلا ولا شيء، انه نحن بفترة تحديد ابدا. يمكن تتغير تقاليدنا، شكل العشاء، شكل التياب، قيمة الهدايا، اكيد في اشياء رح تتغير، شكل السهرات، اضاءة الشوارع، قلة الكهرباء على الطرقات ليضووا الشوارع، في بعض بلديات ما ضووا والبعض منا عم تعمل جهد. ما طبعا ما رح يشبه غيره، بس في يعني يعني محاولة مثل ما عم نحاول كل يوم انه نعيش، انه نجرب نعيش. بعرف مش هيدا، مثل ما كنت عم بقول قبل شوي، مش هيدا طموحنا صراحة، أبدا مش هيدا طموحنا. بس شو بنعمل؟ منضلنا بالفرشة نبكي؟ رح نضلنا بمواجهة هالزمرة أكيد، رح نضلنا عم نصرخ أكيد، رح نضلنا عم نكشف أكاذيب وعهر السياسي أكيد، هيدا ما خصه بهيدا. بس ما بيمنع أنه في عنا أطفال، ما لازم نحن كمان نساهم بأنه نشيل من قلبهم فرحة العيد، لأنه ما رح ينسوا كل حياتهم، رح يتذكروا أنه في عيد مرق على كل العالم إلا عليهم. هلا رح يكون مش مارق على كتير من اصحابهم كمان، بس كمان رح يشعروا بالظلم ورح يحملوه معهم لفتره كتير كبيره من حياتهم. فرح نقدر، رح نجرب نعيشه قد ما بنقدر، وانتو كمان رح نجرب نساعد بعضنا. يوم اللي بنكون نحن قاشطين بتشدونا طلوع، نهار منكون زعلانين منجرب نواسي بعضنا، منجرب نكثف كمان صلواتنا انه روح الميلاد اللي بيعمل عجايب يسكن فينا، يعطينا شوية فرح وامل مفقودين بهالزمن، ونعيشه على قد ما بنقدر. طبعا مثل ما قلت انه مش مثل قبل اكيد، بس بدنا نعيشه، وعمهل الواصل ليوصل. بس مش معناتها انه مثل ما فسروا البعض انه نقعد وما نعمل شيء، لا رح نضلنا نرفع الصوت اذا بعد الصوت بيعمل شيء هون، يعني بهالبقعة المنسية من الارض، إلا من مبادرات ماكرون العجائبية.
نرفع الصوت وقت اللازم، نصرخ وقت اللازم، مش انه فرصة فرصة، انه فرصة هيك لا، نحكي ومنصرخ ومنعيد، ومش نعيد بس انه كرمال نعيد نضحك على بعضنا هو قلوبنا تعبانة وقلوبنا زعلانة، لا لا، هو كمان دفاعنا، دفاع عن حقنا بانه نعيد. هيدا مش تفصيل، انه هول جماعة كمان مثل ما سرقوا مصرياتنا بدهم يسرقوا فرحة انه نعيش عيد هيك هيك، يعني بكل بساطة، وبيتمنوا يشوفونا لابسين تياب الحداد وقاعدين مضبضبين ساكتين، فرحنا بيزعجن. ما بعرف انتو اذا عندكن غير رأي. بونجور بونجور، بس لحظة عم بحكي ضيفتي لشوفها اذا ردي بهالوقت. كمان بسلم عليكم بونجور، ان شاء الله رح نلاقي، رحت السيشن ما عاد شفتك، ان شاء الله رح نلاقي. شو بلشت الانترنت تصير بأسوأ أسوأ أسوأ حالاتها، هيدا تمهيدا لشو؟ لرفع الأسعار اللي صار جدا قريب. Where are you? Okay. تمهيدا لرفع الأسعار، كل شوي عم نطير من السيشن ونرجع لكم. امبارح كان في كمان مشاكل كتير بالانترنت، ان كان واي فاي او 3G او الشركتين، وصار في اسعار خرافية للاتصالات الدولية. بليز انتبهوا، انا لما رجعت من مصر اكيد ما كنت عم بستعمل انترناشنال كولز، بس مرة واحدة اضطريت. بونجور، ان شاء الله رح نلاقيك على الأشرفية الأحد عشية يا ريما، بليز تعوا كلكم، لو عم تشتي شوي مالي بنقف تحت الشمسية، طالعين لايف على الام تي في، رح نضوي الشمعة والبيوت المجاورة، البيوت يعني الكياسكات اللي رح يكون فيها كتير اشياء هيك لذيذة، نعطت مجانا للناس اللي عندهم سمول بزنسز ورح يبيعوا فيها اشياء. Thank you كندا، حبيت البيربل. انا قررت، اتفقت مع صديقتي نورما فرح اللي عندها فيستي، انه كل يوم نلبس شي حلو هيك لنغير النفسية، فاليوم هيدي كمان من عندها. فيكن تفوتوا على صفحتها على فيسبوك او انستغرام وتنقوا كمان اشي حلوة. عم جرب اعمل كل شي بفرح كل شي. ايه، فالاحد الساعة 6 رح يكون تضواية شجرة كريسمس مثل السنة الماضية. السنة الماضية كان كتير حلو، ان شاء الله كمان السنة يا رب هيك يكون في فرحة حلوة للولاد وللكبار. السنة الماضية يعني احنا كنا اضرب من الصغار، انبسطنا اكتر منهم وضحكنا ورقصنا اكتر منهم. من السعودية سامي صايغ، صباح الخير يا سامي، يا هلا فيك. هادي كمان صباح الخير يا هلا. من بعد بونجور يا حلوين، شو في ايجابية؟ في كريسمس سبيريت؟ في يوجد؟ بدنا نتكي على بعضنا، نتكي على بعضنا ونتكي على بعضنا ونكون سوا بهيدا الزمن، نشد ببعضنا صعودا. اوكي يلا نضل، فينا نطلب ضيفتنا لانه كمان رح نحكي عن زمن كريسمس ورح نحكي معنا. اوكي تريبيا، كمان من النشاطات اللي رح تصير هل نهاية الأسبوع، حملة دفع المستمرة من سنين كتيرة، ما بعرف ليه كنت معتقد أنه ما رح تصير السنة، بس لا يبدو رح تصير وبزخم كمان كتير كبير وأقوى. معي على الهواء نائب المستقيلة الصديقة بولا يعقوبيان، متصدرة كل استطلاعات الرأي بالانتخابات المقبلة إذا صارت. صباح الخير بولا. واو، صباح النور.
كيفك؟ أنا منيحة الحمد لله. شو بدنا نقول؟ شو متصدرة كل استطلاعات الرأي؟ ولا ما بعرف، مهم كيف في انتخابات، هيدا الأهم، ونبلش نطلع من حالة المراوحة. يعني ما بعرف عم بتقولي شو بتقولي، شو معلوماتك؟ صريح ما سمعت، ما عم بسمعك بوز، بس لحظة ما بعرف ليه الصوت بعيد. يلا عم بسألك شو معلوماتك؟ لا صراحة نحن عم نشتغل كأنه الانتخابات حافلة غدا، مع كل مخاوفنا من تأجيلها من تطييرها. عم نسمع كلام عن الفراغ اليوم، حتى عم نحكى بفراغ نيابي، يعني انه ما يكون في حتى تمديد للمجلس. للأسف كل شيء متوقع كمان ما في السلطة. يعني في كلام كتير بهذا المجال، بس للأسف في شيء اسمه مدد للمدد لك. نعم في شيء اسمه مدد لي لمدد لك كمان؟ في مدد لي لمدد لك طبعا، عايشين على نظرية الأثر ديبندانس بين الأحزاب بكل شيء، وبالنهاية متفقين الجماعة أنهم يستمروا بالسلطة وما بيزيحوا، لو بيجوع الشعب اللبناني كله، لو بتوصل المقاسة يعني ما بعرف إلى كل بيت، ما بيتحرك شيء فيهم، ما بتغير شيء معهم. لذلك كأن المطلوب انه اللي قادر يفل فتحين من المطار انه هاجروا فلوا، خلصونا منكم تما نضطر نعمل اجراء اخر اكثر قسوة. ما بعرف بس بعتقد قسوة موت هو تهجير اللبنانيين، وهيدا الشيء الوحيد المستمر بثبات للأسف. نعم بس بولا انه نعتبر نحن كشعب عملنا اللي علينا، يعني سرنا وانضربنا وتظاهرنا وجربنا نروح على بيوتهم وعملنا كل شيء، بعد هالشعب بينلام انه وينه، مثل ما بيسأل مؤخرا. يعني شو الحل؟ يعني كيف بعد بده يناضل؟ يعني يسلم تمي كريمة انه تقولي الشعب اللبناني عمل كتير. اكيد الشعوب بتضل تناضل لان ما في حل اخر. اليوم المعارضة دفاع عن النفس مش رفاهية، ولذلك الشعب اللبناني ما عنده مجال الا يكمل يناضل، عم بدافع عن بيته عن ارضه عن حياته عن مستقبل ولاده. عملنا كتير ما في شك، والطريقة اللي واجهوا فيها الثورة والكره لتلاقي اللبنانيين من المنظومة كلها مش بس من السياسيين مخيفة مخيفة. يعني اليوم بتلاقي في ناس مبسوطة انه الناس مش بالشارع، وفي ناس عم تشمت. طب ما كل واحد بيقول وين الثورة، يسأل حاله هو وين. هو فعلا رفض الثورة بصوته بوجوده بتغاضيه يمكن عن بعض التجاوزات. هل الناس بتعرف فعلا انه كتير من الممارسات كانت عم بتقوم فيها الاحزاب والاجهزة وبعض المجموعات التابعة لهؤلاء؟ فاذا واحد بده يقعد يشرح شو صار ويدرس شو صار بعقل بارد، ايه بيكتشف انه اللبنانية مرة جديدة تعرضوا لعملية غش كبيرة وتضليل كبير من قبل السلطة، لكسر تلاقيهم بالساحات، لكسر وجودهم ومطالبتهم بدولة مختلفة عن اللي عم بتقدمه هيدي الطبقة. ونجحوا بكتير محلات لانه استعملوا سيف تجويع اللبنانيين. كل ما بتنزل الناس على الشارع بيعلوا الدولار، بيمارسوا كل أساليبهم الملتوية لتصير أوضاع الناس أصعب. واللي بيزعل كمان ريما أنه قديه بينزل ناس على الشارع، ما حدا بيتحرك، ما حدا بيستقيل، ما حدا بيعمل شيء. في كتير بيسألوني ليه استقلتوا، شو عملتوا؟ سقفة الاستقالة مش موجودة ببلدنا. بمجرد أنه مسؤول ولو منه مسؤول عن اللي صاير يقول أنا بستقيل من موقعي لأن وعود الانتخابية ما قدرت اني نفذها، ما بيقول ما خلونا، بيقول انا بفل بترك الساحه وبرجع بمعارضه اكبر بكتله اكبر بزخم يقدر يعطيني فرصه احقق شيء. هيدا لازم يكون يحييك اللبناني على الاستقاله، ويسالوا القاعدين شو قاعدين تعملوا، شو عم بتقدموا للبنانيين. صحيح. من وقت ما نحن تركنا لليوم اذا بتشوفي شو قدموا الموجودين غير شعارات فارغه ومجرد أرانب من الرئيس بري انه هن عم بيقوموا بانجازات، ما هن ما عم بيقوموا باي عمل
من عمل جلسة على إذا حضرت الياس بوصعب قال زيت الشي عن مجلس النواب عن تجربته بمجلس النواب. بصراحة ما حضرت بس ما في حدا يقول غير هيك يعني اللي بده يطلع يقول انه هو عم بيعمل انجازات او هو عم بحسن بظروف عيش اللبنانيين عبر وجوده بالمجلس النيابي، لا ما عم بيعمل شيء، عم بيشارك بمسرحية تضليل اللبنانيين، عم بيستغل انه عنده منبر اضافي ليطلع يحكي شيء صار كل لبناني عارف، ما حدا بعد ناطر يسمع توصيف او غيره. اللبنانيين اليوم عم بيطلعوا اذا عبر الانتخابات بيقدروا يبلشوا يحطوا حجر أساس لتغيير حقيقي بالبلد، غير هيك حتى هيدي الانتخابات عم بتقلهم السلطة قد تكون غير متاحة. هالقد مطلوب انسداد الأفق أمام اللبناني، كأن المطلوب يهاجر يفل يتخلى عن بلده وما يكون عنده أمل إلا بأفاق مختلفة بعيدة عن بيته عن حاضره وعن حياته بهيدا البلد. اليوم رح يقدم جورج إرداح استقالته، بيقدم وبأخر؟ ما بعرف يعني، خاصة بعد كل هيدا الوقت وصل اللي بيقهرك انه حتى هيدا الاستقالة لم تكن للبنانيين بل لماكرون لتحسين شروطه التفاوضية عنه. نحن صرنا بلد عن جد ما له أي قيمة ولا مطرح انه تتعلق بشخصية ما دولية إقليمية بتقله حمل لي هالقضية وحاول فاوض عني أو حصل لي أي مكتسب. شي كتير بحزن أنه تجي الاستقالة بناء لرغبة فرنسية وتدبير فرنسي. شي كتير بيقهر أنه هالقد صار اللبناني عن جد ما له بحد ذاته أي قيمة، ويمكن كل واحد عم بيسمعنا لازم يفكر شوي، هل انقسام الناس على هيدي القيادات عم بيساعد هيدا البلد بأي اتجاه أو بالعكس عم بيؤدي إلى مزيد من التخلي عن أي دور وعن أي سيادة وعن أي حتى حقنا بالدفاع عن أنفسنا؟ هيدا مسلوب منه، مش عم بنتقد، عم بقول إنه مش معقول تكون وصلت الأمور هالقد إلى هذا الدرك. فاستقالة اليوم هدية للفرنسيين ليروحوا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا بتحسين أمورنا. بقول لك شيء بيقهر زيادة، شيء بيضرب بصميم أي كرامة وطنية. صحيح. بولا كمان الوضع الاجتماعي انت منك بعيدة عنه، الاقتصادي اللي عم بيعانون الناس، بس انت اكيد اقرب، يعني طول عمرك كنت اقرب من خلال حملة الدفا، بعد انفجار بيروت كمان صرت اقرب واقرب. يعني شو الشيء اللي ما بنعرفه مش شايفينه عن الناس، ما عم بيتغطى بالاعلام، قديه عن جد في وجع وفي جوع؟ ريما كنت عم تقولي انه مستغربت السنة كمان تنعمل، مضطرين انه نضل نكمل ونقول للناس اللي عنده خير واللي قادر اليوم يساعد لازم يساعد بكل شيء اكيد، ولو بالقليل احسن من لا شيء. وكمان في يمكن جانب ما بعرف الناس بتعرفه، في ناس كانت تساعدنا لسنين وسنين، تقدم لنا مساعدات، السنة عم تطلب مساعدة والأوضاع عم بتروح من سيء لأسوأ. كل ما عم بيكون شيء تدهور للليرة، كل ما عم بيكون شيء جمود اقتصادي مالي سياسي من كل النواحي، أحوال اللبنانيين منا على جمود بل هي على تدهور أكتر وأكتر. هيدا السنة المقبلة هي سنة رح تكون ما في شك كتير صعب، واضح لحد هلأ ما في أي أفق للحل. حتى الحلول عم تكون حلول ترقيعية، ما عم بتأدي أبدا إلى خروج الأمور من هيدا الإطار المحبط. لذلك مضطرين نحن نستمر نضل على القليلة عم نساعد الناس تبقى ببيوتها، الأولاد يبقوا بمدارسهم، يبقوا يستمروا بالحد الأدنى. ومشان هيك بقول لكل شخص اليوم عم بفكر إذا بيساعد أو ما بيساعد، إذا قادر ما تفكر كتير، أكيد استراتيجية تخلي اللبنانيين يجوعوا هيدا منا حل. وبدي أقول لك كمان شيء كتير بحزن، إنه في كتير بيقولوا لك وقفوا تساعدوا برك الناس بتنزل، بيكونوا ناس يمكن ما بعمرها نازلة على الشارع، وكمان أكيد مش هيدا حل.
نحن ما بدنا ولا مرة كانت ثورة جوع، ثورة اللبنانيين، كانت ثورة وعي، كانت ثورة تلاقي، كانت ثورة إذا بدك المطرح اللي اكتشف اللبناني فعلا أنه كلهم يعني كلهم كلبنانيين أكلين نفس الكف، عايشين نفس المصيبة وبيشرزمون وبقسمون فقط لأسباب سياسية، وعند تلاقي الصفقات والمصالح بيصيروا أخوة وأحبة. لازم يكون التلاقي اللبناني من تحت مش من فوق، لأنه من فوق ما عاد ينفع بلا شكل من الأشكال ومسرحية ممجوجة. فلذلك أنا بطالب وبناشد كل لبناني ما تعول أنه اللبناني لازم ينزل ويجوع أكثر، لا، اللبناني لازم يعيش بكرامة ويفكر، يكون شبعان ليقدر يفكر بوضوح كيف بيقدر يغير من مصيره، كيف صوته مهم. ما بدنا تصويت جائعين أبداً، ولا بدنا تصويت ناس حالتها بالأرض، بدنا تصويت عن وعي بطاقة $20 بغير مصيرنا. صحيح صحيح. فكمان هون بدي أقول إنه حملة دفع صار لها هيدي السنة التاسعة، في كتير بيقولوا إنه هيدي كمان حملات سياسية وغيرها، تعرفي هيدا الموضوع بتحب رد عنه لو للمرة الألف. أنا لما بلشت هيدي الحملة كنت أقول مش ممكن أترشح لانتخابات نيابية، لأنه الانتخابات النيابية بتقوم على المذهب والطائفة وشد العصب ونحن أحسن منكم أنتو. هيدا ما بقدر روح مارسه وقول لأي شخص أنت أقل لأنك من غير موقع، أو أني أطلع أقول أنا بترشح على مقعد الأرمن الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس أحسن شيء بالعالم والباقي ما بعرف. يعني هيدا إذا بدك هيدا المسج الأحيانا مبطن وأحيانا واضح من الأحزاب لكسب الأصوات والشعبية وشد العصب مش ممكن مارسه. وقت أنا عملت الحملة كان في حاجة للتدفئة بعد ما في أولاد، خاصة يعني حديث الولادة، فقد حياته مجمد، اعتبرنا أنه لازم نساعد بالدفع. وبعدين مع كل اللي صار بالبلد ومع حتى إمكانية أنه نقدر نساعد أكثر، مع ثقة الناس فينا مساعدتنا بكونتينرز بأرض كبيرة من السيد رضا جفال بمطرح أهم، ثقة الناس خلتنا نساعد أكثر. في كتير ناس يمكن ما بتساعد لأن أنا موجودة بالحياة السياسية، في كتير ناس بتساعد أكثر لأني موجودة بالحياة السياسية بموقع معارض. فطالما في ناس عم توثق فينا وعم تعطينا مساعدات لنساعد أكثر، نحن لازم نكمل. وطالما سنة الماضي إجينا مساعدات، هذه السنة كمان بدنا نرجع نحاول نقلن عندكن كتب، يمكن ما نكون بحاجة قلن، عندكن دفع، عندكن حرمات، عندكن إلكترونيكس، تياب، أكل، أي شيء. في كتير ناس اليوم بعد إدلاء هاو كلهم بيخدون بيجيبوها الأحد؟ الأحد 5 ديسمبر هو نحن كل يوم نتلقى مساعدات صراحة، بس هو يوم للتوعية ويوم لنقول للناس إذا مش عارف كيف بدك تساعد في طرق مساعدة مباشرة، وأي حدا بحب يطلع كيف منوزع، وين بتروح هيدي المساعدات. كمان صار عنا سيستم متطور متقدم، كل سنة عم نطور عملنا لا يعرف كل شخص المساعدة اللي قدمها وين راحت، بأي اتجاه، مين ساعدنا، مين عم بيستفيد منا، وفي شفافية كاملة بالعمل. وبحب ذكر انه نحن ما بناخد إلا مساعدات عينية، ما بنقبل ناخد لحد اليوم مساعدة مادية لكي لا يطرح يعني أي علامة استفهام. أكيد نضطر لصرف مالي مباشر، هيدا بيتم عبر يعني عبر دائرة صغيرة جدا جدا من الأشخاص اللي بيقوموا بذلك. وغير هيك كل المساعدات هي مساعدات فقط عينية، وكل واحد بيقدر حتى المساعدات العينية يراقب وين راحت. نعم. نعم، كنتوا تكونوا عادة الأحد يعني يوم دفع بساحة الشهداء، هالمرة لا، صح بالمقر دفع؟ خليني أقولك نحن صار عنا مقر كبير، وفي بيقدر يستوعب كميات الناس اللي كانت توصل بالسيارة توصلنا المساعدات، ما تنزل حتى من سيارتها، ناخد هيدي المساعدات من داخل السيارة. نفس الشيء هيدا اللي حيكون بموقعنا بعجسر الفيات بالسيوفي. نحن موجودين كمان، مين ما حط على جوجل وين حملة دفا بيلاقي هذا الموقع. صار عنا مثل ما قلت لك مجال
واسع انه نقدر نستقبل عدد كبير من الناس اللي ممكن انه يكونوا موجودين بهيدا النهار. وخليني اقول لك نحن على مدى سنين الاف والاف الاشخاص اجوا ساعدوا، لذلك كنا نكون يا بالفورم دو بيروت يا اخر سنتين عملناها بالفورم. قبل كنا دائما نكون بساحه الشهداء، اليوم موقعنا بيستوعب اعداد كبيره، وحابين نفرج الناس كمان الجمعيه كيف بتشتغل، يشوفوها عن قرب، يشوفوا المتطوعين بالموقع كيف بيشتغلوا. فلذلك نتمنى اكبر مشاركه ممكنه من كل شخص. اكيد انا شفتهم كيف بيشتغلوا وشفتهم بالوقت الحرج، يعني فور يعني من بعد كم يوم من انفجار المرفأ، يعطيهم ألف عافية كلهم، بيشتغلوا بشغف بحب. اي صحيح ريما، أول أو بعد نص ساعة من الانفجار كنت موجودة بالطريق عم جرب أوصل على منطقة الكارانتينا، بلشنا عم نفتح الطرقات، وبعدين تاني نهار عملنا نداء 6 الصبح إنه نكون مجمعين بخمسة آب ننزل على الطريق نشوف كيف فينا نساعد. كتار لبوا هذا النداء، وشكرا لك كنت شخص من هؤلاء. بلشنا نشتغل باكرا جدا، وجربنا نخلق زخم لكل اللبنانيين يساعدوا بعد الانفجار. وهيدا اللي صار، ما بعتقد شي لبناني بالخارج او بالداخل ما نزل ساعد، حمل مكنسة جرب ينظف طريق او يصلح بيت شخص ما بيعرفه. كل اللبنانيين ساعدوا، وهيدا هو السبب انه اليوم بعد سنتين بتشوفي انه كثير من الاصلاحات تمت. قدرنا مؤسسات رجعت تشتغل وشوي، قدرنا نعمل شغل نخلي الناس ببيوتها. طبعا هيدا من وراء الجمعيات اللي بيضلوا يحاربون، من وراء اللبنانيين شرفة كل مره بيساعدوا بعض، بغياب تام مدولة الدولة حتى اليوم حتى الساعة ما عملوا ولا شيء بموضوع الانفجار، غير انه بيهاجموا كل واحد عم بيشتغل عم بيوقف حتى الناس. صحيح، يعطيك العافية بولا انت وكل فريق العمل، وان شاء الله بنرجع نلتقى قريبا بلقاء مطول هيك قبيل الانتخابات وبنحكي اكثر. شكرا كثير ريما، وان شاء الله بنشوفك يوم الاحد وتضلي بخير. شكرا لك، يعطيك العافية. ميرسي. فينا اختم هلا نضال؟ شو بك؟ كل شيء تقلي مؤخرة. anyway شكرا لكل اللي تابعونا بلبنان وبرات لبنان. رح نضلنا بأجواء كريسمس كل الأسابيع المقبلة، شهر ديسمبر رغم كل الحزن وكل الوجع وكل الفقر. مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي، رجعت بولا أكدت أنه الناس اللي كانوا يساعدوا صار بدهم مين يساعدهم للأسف، بس رح نضلنا نلاقي مين يساعد، ورح نضلنا نلاقي قلوب طيبة وأيادي كريمة، والله رح يضل يبارك بهالزمن إلى ما لا نهاية. بدي أذكركم أنه يوم الأحد الساعة 6 المساء تلاقونا على ساحة سيسين بالأشرفية لحتى نضوي شجرة العيد، لحتى نفرح بهالعيد بزينة كتير حلوة بأجواء كتير حلوة مثل السنة الماضية وأحلى. النهار الأحد إذن الساعة 6 على ساحة سيسين، بشوفكن وتضلوا بخير.